نائب محمد فؤاد، خليني أسألك مرة تانية، يعني في إطار كفالة الدستور لدعم اللامركزية الإدارية والمالية، شكل المشروع الجديد ده ممكن، يعني إلى أي مدى ممكن يتماس مع وزارة التنمية المحلية، مع وزارة المالية؟ شكل ده هيبقى عامل إزاي؟ في ضوء كمان إن إحنا دولة يعني لسنوات طويلة يعني عشنا في ظل الحكم المركزي يعني. طبعا الموضوع ده فيه أكتر من مشكلة، لأن هيحصل فيه تداخل كبير. أولا اللي بيحكمنا كلنا الموازنة العامة للدولة، وده يمكن هتحكم صراحة توقيت دخول هذا المشروع، لأن الموازنة العامة للدولة 2016-2017 بالفعل في طور الإعداد، ويمكن خلاص النسخة الأولانية منها ظهرت وهيتسلمها مجلس النواب خلال الأيام. فهل معمول حساب هذا الموضوع أم لا؟ ده برضو سؤال يعني بيطرح ذاته. فلذلك زي ما كان تفضل الزملاء وقالوا، إحنا عندنا مرحلة انتقالية بيحكمها الدستور تحول اللامركزية المالية، فقد يكون ان احنا هنبقى محكومين بان هذه الانتخابات او التحول في اللامركزية المالية تحديدا ينتظر حتى موازنة 2017-2018، واعتقد ده يحطنا للحد النهائي بالنسبة للدستور. طب في رأيك ده برضو يعني شكل الموازنات الخاصة بالمحليات، تركيبة المحافظات وديوان عام المحافظة إلى أي مدى برضو ممكن يبقى قادر على إن هو يتعامل مع الميزانيات المحلية؟ بص، دي مشكلة، وكان كان حتى المشكلة احنا لمسناها من ضمن التطبيق، بيشتكي منها أكثر من ناس من التنفيذيين حتى من المحافظين، بيشتكي إن هو أنا بالفعل محافظ المحافظة بيعتبر هو الرئيس أو التنفيذي رقم واحد داخل هذه المحافظة. الكلام ده في ضوء قانون المحليات المتواجد كلام اسمي فقط، لأنه ليس له الاستقلالية المالية بما فيه الكفاية. نأخذ مثال، المحافظ لا يستطيع أن هو يأمر ببناء مدرسة. في هناك بعض الـ 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 الأراضي خارج سيطرة المحافظ تتابع لأجهزة أخرى، فعندنا مشكلة وتعقيدات كبيرة جدا بتجعل من المحافظ كالسلطة التنفيذية رقم واحد في المحافظة ليس لديه السيطرة الكافية. كل دي حاجات في مشروع القانون الجديد لازم نتحسسها عشان نقدر بالفعل نجعل من المحافظين لهم سلطة فعلية داخل المحافظة ونكفل هذه المركزين. عندك مش هقول تضارب، بس عندك عدة من الأجهزة لها صلاحيات مالية وصلاحيات إدارية تتضارب مع المحافظ، بتتضارب احيانا مع رئيس الحي او رؤساء المدن. ده موضوع او اشكالية محتاجين نحلها بشكل يكون حازم.